الحياة اليومية ديما بانتظار الجثث، تدفن في إنسان ما تعرفش لا أصلة ولا ديانته ولا اسمه ولا موت من الأم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكرمنا بني آدم، وأما في جانب آخر حتى بعد الموت إن هذا الإنسان يجب أن يكرم. Şöyle, İslam'da kimliği meçhul olan, bilinmeyen cenazelere annelerin ismiyle çağrılır. Biz de İbni Havva diye isimlendirerek telkin verdik. النظام السابق نعم كنا نأتي إلى أطراف العدلية لنأخذ ما يقارب العشرة أو يصل إلى العدد العشرين إلى عدد 25 جنازة، اختيالات وغير اختيالات ما شاكل ذلك. شوية بهدوء بهدوء اسحبها على كيفك. ولكن عندما بعد الاحتلال بعد 2003 حقيقة تضاعفت هذه الأعداد، وطرق الموت كذلك اختلفت بعد الأحداث في العراق والطائفية، وصل عدد إلى 2000 جنازة بالشهر الواحد من الأموات مجهولي الهوية. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. Denizi seviyorum ama son 2 yıldır diyeyim denizin kenarına geldiğim zaman mülteci olayları aklıma geliyor. O masum çocukların boğulması gözümün önüne geliyor. Çok mahzun oluyorum. Maalesef denizin kenarına geldiğim zaman sanki birisi oradan çıkacakmış gibi, bir ceset gelecekmiş gibi geliyor bana. Ne kunna nşufu ceset min kadim zaman ve kunna nbelğu ala ceset bish yخرجون من حماية المدنية والحرس بش يلموهم ويدخلوهم الميناء جرزيس، واحنا كبحارة نخرج نعاون زاد الحرس في دفنهم قبل. لكن بعدين لما جت الثورة دخلنا كهلال أحمر، ما عادش نحبوا نشوفوا هاك الدفن الجماعي والدفن العشوائي، دخلنا اللي نعاونهم اللي دفن كل واحد بكرامة، لأن الأشخاص هذم الحياة رفضتهم، فاحنا زادة ما نقصوش عليهم ونرفضوا الدفنة تكون كريمة. وكما نقولوا احنا كل إكرام الميت دفنه مش إكرام المسلم دفنه. أنا في هذا العمل ما يقارب ربما أقل بقليل أو أكثر بقليل من 30 سنة في هذا العمل، ولم أشعر يوم من الأيام بأن هذا العمل يطرأ عليه الروتين حقيقة. تصور أنه في الأسبوع الواحد وهو 7 أيام أذهب 5 مرات إلى المقبرة لدفن الناس من مشهوري الهوية أو من الناس المعلومين حقيقة من أصحاب العوائل المتعففة الذين لا يستطيعون أو ليس لديهم المؤونة لدفن أمواتهم. هذا دفن أموات، ودفن أموات يتطلب إيمان بالشيء. كما تمنش انت بالشيء، انا حسيت انا يعني كي شفت كي كنت بحار نشوف الجثث على البحر تمنيت ان يكون اهلهم، شكون اهلهم الناس هذو. فقلت انا في مخيلي انا باش ندخل متطوع نتطوع لدفنهم، لان كان انت ما تحسش الشيء من داخلك، انت متطوع لا لشيء، لا اللي باش يوروني في الميديا ولا باش ناخذ مصاري. النيه الصافيه لداخل، انا ان شاء الله ما زلت متفائل اني باش نلقى مقبره تكون لائقه لهالناس هذم اللي هم اهلي واهلك واهل الناس الكل يسمعوا فيا.
bu işe eski tecrübeli elemanı olduğum için boğulma olayları fazla olunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından ekip oluşturduktan sonra ben onlara bir öneride bulundum. Dedim ki bu mülteciler kimlikleri meçhul, tespit edilemediği için ileride yakınlarının bulabilmesi için bir sistem oluşturmamız lazım. Böyle bir sistem oluşturduk ki Türkiye'de değil dünyada örnek bir sistem oldu. Öyle bir ciddi çalışma yaptık ki 50 yıl sonra gelseler bu cenazeleri çok rahat bulabilirler. Burada diğer normal cenazeleri nasıl hizmet ediyorsak o şekilde bu cenazelerde hizmet ettik. الجثة كي سواء امرأة أو رجل نحترمها معناها بالإمكانيات ديما نقول الإمكانيات اللي عندنا ما عندناش إمكانيات كبيرة ياسر بتغسل بالميت البحر بتستر الأنثى وبتعمل لك الترقيم اللي في اليد بعد الترقيم يبقى الترقيم اللي موجود في تسكيرة الساك هكا نقيموا به في المستشفى بعد ما الطبيب يشوف الجثة ويعينها بعدين احنا ساعات نستغلوا الفرصه في المورج من تالي نحوا الادباش والواحد ونغسلوا ساعات نغسلوا على البحر بعدين يراسلهم الحرس يبعث التقرير الطبي النيابه تقرا التقرير الطبي تبعث هي الاذن بالدفن بعدين نقلوا للمقبره وين نسكروا الترقيم هو الترقيم اللي في اليد والترقيم اللي في الساك والترقيم موجود في القبر هو نفس الترقيم denizde boğulan insanlar önce Adli Tıp Kurumu'na götürülür. Orada Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma tarafından kimlik tespiti yapılabilirse yapılır. Yapılamazsa üzerindeki en son giysileri resimlendirilir. Resimleri alınır. Kan örnekleri alınır. DNA testi için ileride sahipler çıkarsa. DNA testleri yapıldıktan sonra bu cesetler belirli bir müddet Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilir. Oradaki yakınları çıkar diyerek. Gömdükten sonra işte şöyle göreceksin numaralar veriyoruz. Üzerlerinde numaralar var. Bu numaralarla beraber kodlama yapıyoruz. Uydudan tespit yapıyoruz. Artı 4 tane ayrı yere kayıt yapıyoruz. Ola ki birisi kaybolursa diğerlerinin bulabilelim diye. Bu da biliyorsunuz Osmanlı'da vardı. Osmanlı sisteminde her kayıt 3 nüshaydı. اللي يوجع القلب واللي ساعات واحد يبكي عليه انك تدفن في شخص غريب واهله في 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 افريقيا يقول ولدي او بنتي او ابويا او امي وصل لاوروبا وبينتظر منه رساله او شويه مصاري ظروفهم صعبه جدا وما يدريش على ابنه او امه او ابوه مدفون في مقبره اسمها مقبره الغرباء. الإنسان عندما يكون في سن الشيخوخة يكون عاجز ولا يوجد لديه معيل أنا تعاملت مع ناس حقيقة في دار رعاية المسنين سنوات نرعاهم ولكن من غير أب من غير أم من غير ذوي من غير من يريده أن يعينه على هذه الدنيا فتطوعنا لعمل مع الأحياء وهم في الحقيقة أموات يعني أشبه بالأموات فشوف الإنسان عندما يموت في هذه الدار لاحظ ليس عنده أحد ليقوم بدفنه المشكلة نواجهها الأهل يذبونه ما يجون ما يجون يعني عافوه بعهده المستشفى راحوا ما عرفناهم. والله اخذ جنازه منا حقيقه اتصل بها الدكتور كان في وقت يمكن الدكتور على ما اظن. فقال شيخ عندنا جنازه وكذا ولكن شيخ هذا بيتهم بالمحموديه يعني شلون المريض هذا؟ فيصعب الاتصال باهله وكذا وكذا. فقلت له انا ان شاء الله ودي الاهل اعطيني عنوانه كذا العموم باختصار احكي لك استاذ. فاخذت المحموديه حقيقه. بعد معاناه يعني والجنازه وياي ورقه وفاه وياي وجهزتها وكامل.
فوصلت لبيت اخوه فطرقت الباب بعد دقائق طبعا انا انتظر والجنازه وياي خبيتها في مكان حتى لا يصدمون زين من طرقت الباب فطلعت لي زوجتي بيت فلان كذا قالت لي نعم ثيابة فلان توفى يا رحمه الله قاربكم او كذا فاذا ابيت اخوه هذا اخوه موجود بلغي يجي يمي يتفضل وانا اكون بخدمته والله العظيم طلعت لي بعد حوالي دقائق او 10 دقائق يعني حقيقه زين فاجئت بردها ها اختي قال شيخ والله يقول انا ما ادري اطلع عنده صداع حاليا لو تجي في اليوم حتى لا بشكل مفاجئ تشوف الاكل اختلف اكيد تشوف يعني حتى الخدمات حتى العلاج اختلف رغم احنا ما نقول وصلنا لمرحله الكمال لا كمال لله سبحانه ذهاب ماله متمكن يعني عنا جايد حتى بتسلموا البنك كله يعني يكون على المجموعة إن شاء الله ترى تمام كويس يلا يا أخي يلا يلا بدي أخذك مهزل بدي أمشي الرحلة اللي نحن طالعين فيها كان نسبة الموت أو إنك ما تنجح بهاي الرحلة يعني خليني أقول 100% لأنه كتير سمعنا عن الحوادث كتير سمعنا أنت طالع بمكان مجهول بالمي حتى الواحد اللي بيعرف يسبح أو منقذ أو كذا المي ممكن تغلبه بحرها أنا عم حط روحي رهن خلال مدة زمنية معينة إذا نفدت فأنا بيرجع لي هذا الرهن لح أحتفظ بروحي وأقدر بعدين واجه المصاعب وكمل في حال لا فأنا خسرت الشيء اللي مراهن فيه اللي هو حياتي الشخص اللي عم بيقرر انه يطلع هاي الرحلة هو مو شخص طالع ليتسلى هو شخص اكيد هربان من قصة اكيد هربان من الموت اكيد هربان من الحرب اكيد هربان من الوضع المأساوي للاجئين بتركيا او بدولة اخرى كثير من رفقاتي انتقلوا لاوروبا وانا كنت عايش بتركيا في هذا الوقت فكنت عم شوف انه غالب يعني غالبا كل رفقاتي كانوا عم بينتقلوا لاوروبا فانه حبيت اطلع انا كون انه كانت الفرصه تسمح بهذا الوضع نوعا ما savaş tan mağdur olan insanlar bunlar anlatmakla dile gelmez ama gerçekten de görmek gördüğün zaman insanın içi parçalanıyor. Onlar da evlerinden baklarından تواصلت مع شخص طبعا هذا الشخص كان موجود بفتحية مدينة بتركيا موجودة بأنطاليا فضليت هناك تقريبا شي 13 يوم طبعا عملنا كذا محاولة من هناك وكانت محاولات فاشلة بتذكر مرتين انه خفر السواحل التركي رجعونا على تركيا لما كنت عم بجمع المصاري وبدي حطها بمكتب تأمين أمن فيها على حياتي لبين ما أعبر البحر من تركيا لليونان بيمرق شخص من قدامي ما بعرف إحساسي بيقول لي إنه في شيء غلط بيحط إيده على إذنه بيكبس شيء وبيلتفت علي وبعدين بيكمل طريقه حسيت إنه في شيء مو طبيعي صار هون خلال كم ثانية بسمع موتورات شرطة متجهة نحوي الصوت كل ماله عم يقرأ أنا جامع بحدود الـ 23-24 ألف دولار بجيبتي عم بجمعهم من الأشخاص اللي معي فبفهم انه هذا فكرني انا مهرب جديد او حدا عم يجمع مصاري ويضحك على العالم فركضت هلا تجاوزنا نص الطريق نحن اضطرينا نطلع فوق الجسر هذا حتى نتجاوز النهر لانه طلع اكبر مما متخيلينه كثير قريب وطمي الارض تبعه طين المجموعه كلها صارت نسوان نحن متالفين هلا من 200 شخص بيناتهم عوائل ونساء واولاد صاروا تحت الجسر من الطرف الثاني حنتابع مسيرنا تجاوزنا الخطوه انا طبعا نتيجه خبرتي بالرحل وتنظيم النشاطات عامل خطه ب في حال صار اي شيء نحن بنتفرق ونجتمع بعد زمن معين بمكان معين لانه البلد مو بلدنا فما بنعرف فيها التفاصيل التجربه الثانيه طلعنا فيها بعد ما وصلنا على النقطه وحضرنا البلم طبعا البلم بيحضروه هن نفس الاشخاص اللي راح يسافروا المهرب بس بيجي بيحط لك العده وبيحط لك البلم وبيحمل حاله بيمشي
فطلعنا بيومتها ببلم كبير كان تقريبا فيه شيء 40 شخص. وأول ما مشينا من هناك من البحر ما في تقريبا بعد 1 كيلومتر طلع خفر السواحل التركي واجوا لعنا. بيجي خبر للمهرب انه فيكم تطلعوا هلا. بيجي الشاب اللي بيشتغل معه بياخذنا على اخر نقطه بالجبل هذا اللي كنا نحن عليه، وبنتفاجئ انه في بلم صغير ما بيساعدنا كلنا. يعني حاولنا نطلع كلنا فصار هيك ينزل بالمي. نحن انزعجنا، التعب ما كان بموضوع المشي والارهاق وهيك، انه التعب انه شايفين الجزيره قدامنا، كانت نقطه تقريبا كثير قريبه. شيء قالوا لنا انه انطروا شوي بنبعث لكم بلم، او ضلوا بارضكم بنبعث لكم اكل وبنطلعكم بكره، انه نفس اليوم بالليل. لما انطلقنا كانت تقريبا الساعه 6 الصبح، فانه كان الضوء عم يطلع، الشمس عم تطلع، فنسمع نحن صوت الخفر بس انه مو شايفينه، تشوف ضوء عن بعيد، بعدين ما عاد بين. ممكن هن شافونا او غضوا نظر، او لانه احيانا ممكن يصير تساهلات، او ممكن يكون المهرب متعامل معاه. buralarda botlar hep şu plajdan şuradan botlara biniyordular. Genellikle hep bu bölgeden kaçıyordular. Bu bölge burası. Bunlar çadır parçaları. Şurada ateş yakılmış. Ateşler yakılmış. Ayakkabıları burada bırakılmış. 3 gün 4 gün kalmak zorunda kalıyorlardı. Patlayan botlar olduğu için de sadece çıkış noktası şuradaydı. Çünkü orada taşlar vardı ve patlatıyordu. Hazır oldukları anda buradan devam ediyorlardı. Buradan aşağı inip şu plajda botlar şişiriliyordu burada. Botlar şişirildikten sonra da denize çıkılıyordu. Ölenler, çocuklar vesaire de hep bu sahile vurdu. Domuz çukuru mu demek lazım buraya, ölüm çukuru mu, muamma. Denize geçmek isteyen mültecilere tavsiyem şudur. Hiçbir şey candan kıymetli değildir. Sıkıntı çekseler de, sıkıntı çektikleri yerlerde yaşasınlar. İnşallah zaman gelir. İnne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Her zorluğun arkasında bir rahatlık vardır. İnşallah rahatlığa kavuşurlar. Ama bile bile de o çocukları o şeylere, gemilere, gemi değil de teknelere bindirmesinler. Tavsiyem olur. مهما كانت الصعوبات يلزمك تلقى حل كيفاش توصل تكرم وتدفن الجثة. احنا تحملنا تعب وتحملنا كل شيء. ان شاء الله العالم هذا ينظر نظرة لهالأفارقة اللي يخرجوا من ليبيا ويموتوا ويغرقوا على البحر، يلقوا لهم حل ويرجعوا لهم شوية من 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 نهب ثرواتهم. J'ai commencé mon parcours depuis en Guinée. Je suis quitté en Guinée pour Mali. Après Mali, j'ai resté un peu de temps pour voir comment je ferai le passage pour aller à Libye. Je passais 2-3 jours à Mali. Après, je suis venu jusqu'à Burkina, de Burkina jusqu'à Niger. J'ai resté une semaine encore à Niger. J'ai pris un autre véhicule encore pour Agadez. Agadez, maintenant, j'ai affronté la désert pour en fait arriver à, comment on appelle ça, à Libye. Ok, ça a commencé, l'histoire a commencé au Cameroun en 2015. En février 2015, j'ai pris la route. Je suis arrivé au Nigeria. Je suis entré au Niger. Niger, arrivé en Algérie. Et l'Algérie, maintenant, pour la Libye. La Libye est arrivée à Tripoli en mars 2016. On est à Zambata. Et à Zambata, on nous pousse avec
les convoyeurs, donc les Arabes qui font, qui envoient les gens en Italie. Je fais à Zabrata 3 mois au campo, ça me poussait et je restais là-bas et je souffrais parce qu'il n'y a pas là où dormir, manger pour gagner, manger encore, c'est très difficile. Et il y avait des animaux, petits animaux qui nous mangeaient au campo, qu'on appelle caranco, et ça nous souffrait même parce qu'il n'y a pas de médicaments ni rien. لو عندنا الامكانيات ماذا بينا نحطهم فوق رؤوسنا، لما انهم شافوا الهول، معناتها شافوا الموت في 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 ديار في في بلدانهم، وتعذبوا في بلدانهم وتحقروا في بلدانهم وزادوا تحقروا في الصحراء، وفي من يموت في الصحراء وما شاف احد. لو لقينا احنا على الشط هنا في زرزيز واحده شعرها اصفر، واحد عينيه زرق، تو تطبق سمال وطا وتجي لديان وتنوض ويقولوا احنا حقوق الانسان وضد الراسيزم، خاطر هكا افريقي معناتها يدفن هكا ولا يدفن، عاوننا لا دفننا، عاوننا بناخذ، احنا ما طلبناش انت تدفن معنا، احنا موجودين والحمد لله. دونك دان لا نوي دي 17 مارس نصوم انفيرون 160 dans un zodiac de 10 mètres. Donc à 4 heures du matin, 4h25, on nous met dans le zodiac et on y va. Vers 9 heures, nous sommes interpellés par la marine indienne qui nous arrête, qui nous ramène en arrière dans une prison de... Une prison créée comme ça, quoi. Donc une prison, donc on a transformé un entrepôt en prison. Ça se passe à Zawiya. Oui, là-bas, on fait un mois de semaine. Oui, c'est le Libye, le ta'zib, le tariq de ta'zib, tu as fait des traces. Tu as fait 9 années, tu as mort. Tu as fait ma boule, tu as fait l'humour 9 années en Libye. Retourner à Zabrata encore pour le pouce. Je me suis rendu là-bas encore, fait un mois. On m'a poussé encore. J'ai arrivé jusqu'à la zone internationale, presque zone internationale. On a tiré notre cortège. On a eu peur parce qu'il y avait. Ça ne faisait même pas une heure de temps pour l'Oreski. Mais comme ils ont tiré notre cortège, on était obligé de se retourner encore. On s'est retourné. حبوش يرجعوا لبلدانهم. اولا في اللي عنده مشاكل عرقيه، وفي اللي عنده مشاكل مع دولته، وفي اللي ما عاش عينه في دولته، ما عاش يحب يرجع، قال لك يا نموت انا ميت. في بدايه الرحله كان شعور كثير حلو انه اوكي واو نحن قطعنا هاي المرحله، وانا لحد هلا ما وصلت لهون لهين نقطع. ولكن بعد ما وصلنا بنص الطريق تقريبا على الحدود الإقليمية بلشت الأمواج تعلى كتير يعني بشكل مو طبيعي، وهذا الشيء طبعا له رهبة، يعني له شعور بالخوف. طبعا هذا الشيء كتير بديهي إنه أي إنسان يشعر فيه، لأنك عم تقرب من الموت لحظة بلحظة أكتر. إنه كان بدنا ما نخسر حدا بهي الرحلة، لأنه معظم العالم اللي كانوا معي هن كانوا عائلات، وراح تكون بتوقع انه هي لحظه كثير صعبه انه انسان يحضرها. يعني مجهول انه تاخذك موجه وانت بنص البحر، فرايحه مجهول، بالاخص انك مثلا 35 شخص بلم، ممكن افضل الاحوال ساعه، افضل احواله ساعه 15 شخص. كان في معنا طفله صغيره كان عمرها بتوقع شيء 4 أو 5 سنين، وكانت عم تبكي كثير. فالشغله الوحيده اللي كنا مفكر فيها انه نحاول نسكتها الصراحه. كان في شخص معنا قاعد ينشد اناشيد دينيه، وهذا الشيء طبعا خلى العالم ترتاح شوي نفسيا. احنا معنا
خلال عبور البحر يلي عم يقرأ ويلي عم يدعي ويلي عم يستغفر ويلي ساكت يلي ماسك إيد الثاني وعاصص عليها يلي مغطي رأسه وعم يحاول يهرب من الخوف اللي هو فيه، بهي اللحظة كنت عم بتذكر كل شيء صح عملته بحياتي وكل شيء غلط عملته بحياتي، عم حاول هيئ نفسي هل أنا إنسان ناجح كنت وصحيح بهذه الحياة ولا أنا إنسان سيء فلازم استغفر بهي المرحلة، لأنه ما بعرف على أي ضفة حوصل لضفة الحياة وكمل ولا حانتهي هون. هلا كنا نحن كنا تقريبا بالمياه الإقليمية بين اليونان وتركيا، كان تقريبا الساعة 7 الصباح، فبي عم بيصورنا نحن وبالبلم، فكان هذا اسكوبار خيه وبعدين بيصورني أنا بالجهة الثانية. أنا أول شيء بكون سمعان بس بحاول ما أطلع عنه، ممكن ما بعرف ليش كنت عم بحاول ما أطلع وقتها وما بدي أطلع. لأنه فعلا بهديك اللحظة أنه لما بدك بشكل عام بدك تصور فيديو فأنت لازم تكون نوعا ما عم تبتسم، بهديك اللحظة أبدا ما كان في مزاج أنك تبتسم بهيك فيديو. لما كنا تقريبا بنص المسافة بين تركيا والجزيرة اليونانية، نحن هنا بهي اللحظة وقف المحرك، فانه ما في حدا خبير بهالموضوع معنا. كنا قاعدين بالبلم وكان البلم عم بيموج فينا، عم بيطلع كثير عالي بينزل بيطلع وبينزل، فاخر فتره انه صار يروح على جنب البلم، صار يروح بعرض الموج تقريبا، فوصل لمرحله وقت صار بالعرض اجت موجه وقلبته. أنا كان كل الأفكار اللي عم تجي ببالي كيف بدي إذا صار حالة الفوضى والغرق كيف بدي بعد الأشخاص من حولي ما يتمسكوا فيني وأسحب هالطفلين اللي هن كانوا أمانة من أهلهم برقبتي. كتير في أطفال حرام يشوفوا هذا الشيء، كتير في آباء فقدت أطفالها أو في أطفال فقدت أهلية بهي التجربة، فهدول الأشخاص يلي عندها طفل خليني أقول هي عم تخاطر بحياتها وبطفلها بحثا منها، لانه ممكن تامل له فرصه حياه احسن لهذا الطفل بس يكبر. انا خلاص سكنتي çekersek çekelim. Böyle şeylere teşebbüs etmeyelim. Resmi yollarla gidebiliyorsak gidelim. Ama gidemiyorsak o çocuklarımızı bile bile o teknelere doldurmayalım. كان معنا نحن طفل عمره يعني اذا مو ايام عمره شهرين ثلاثه هيك. فما بظن انا بيو راح يحطه بموقف انه يحطه ببلم ويعرضه للغرق لمجرد انه يطلع اوروبا رفاهيه. Burada çocuklar var. Küçük işte. Küçük masum çocuklar. Böyle 3 yaşında Afganistanlı masum yavru maalesef annesini babasını koklayamadan gitmiş. Bunların hepsi çocuklar. ده تو منش مستوعبه. بتصور انت بشر يتعدى يوخذ في روحه ويدز في العبيد اللي ميته. ربي حسن ان شاء الله. تونس كان الشباب يأمل أن تكون الحياة أفضل أو كريمة وتكون ما عندناش ذريتنا هاجروا. أنا ذا أولادي زوز هاجروا ما غير ما يقولوا لي خاطر ما يلقوش خدمة والشباب رهنوا عليه ما عطوهوش حق. خرجنا شقف 900 ونور من الموية 70 75 لماكسيمو ركب فيه 180 190 اقل حاجه. المي وقت اللي
نمشوا في البحر كي تحط ايدك في تخرجها مش قفت مسها فهمت ما فهمش حتى مين العباد اللي ماشيه خرج بينا من قرقنا برسك مشي بينا حكيت ساعتين في البحر عمل المي قال الرئيس عمل المي شخف شنو هو الحل شنو هو الحل قال نفرغوا المي ونرجعوا لرجاكم للشط ولش العباد خافت نكلموا الحاكم نكلموا الحاكم الرئيس كلم مال المول قال راني راجع بالعبيد وجيب لي شقف ولا لو اعلم باش نخرج ولا يلعبين شقف والرئيس هو اللي قلب شقف عمدا. وضع ليبيا محزن، وضع الجزائر محزن، وضع المغرب محزن، وضع افريقيا كل محزن، لان لو سياساتنا تكون معناتها ديمقراطيه وتكون تشد شكون باش يخدم البلاد لو الشباب مشي؟ الشباب هو اللي باش هو المراهن عليه الدول الكل. مساء صارت في البحر مستحيل ممكن كان صارت قبلها. تصور 180 بشر يتقلب عليهم شقف وفرس كان ما فهمش فهمها ل 201 اللي توفى. ناكد لك من 180 ترى كان 40 بحذاك والعباد الكل كان ميته. هو يمكن يحلم بالجنة في أوروبا يقول لك أنا ميت ميت ينمو أنا في بلد هانا فما 50% 50% نولي نركب مراكب الموت وما يوصلش في هو ما ثم ثلاثة يا بشد الحرس يا بش يوصل يا بش يموت. Ce que j'ai vécu à Libye, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. Et en fait, on te prend, dit que je t'envoie, tu prends un taxi pour dire que tu t'envoies au camp ou bien de t'envoyer, tu vas payer quelque chose à manger au marché. On te prend, on t'envoie en prison, tu revends. La Croix-Rouge, son travail est fini à Tripoli, donc là-bas, à Saba, personne ne connaît plus rien et ils ne savent plus ce que. Elle est venue des immigrants là-bas, ils sont dans des prisons, là-bas maintenant, on commence. On nous demande l'argent encore et chaque jour, on nous frappait pour appeler les parents au pays pour envoyer l'argent pour qu'on sorte. C'était trop difficile, quoi. Sur l'argent que lui, il a payé pour qu'on nous libère avec ces bandits, quoi. Donc, dans ça, moi, j'étais déjà découragé, quoi. Une fois que je suis arrivé dans une autre ville encore qu'on appelle Soulomane, Solomon aussi encore, on a trouvé des asthma boys sur la route. Ils tiraient partout, tiraient même sur les gens. Azor, j'ai travaillé un peu, je gardais un peu d'argent de temps en temps. Mais quand la guerre a éclaté à Zapata, beaucoup de gens se sont réfugiés à Azor. Moi, j'ai vu que je ne pouvais plus supporter ça, donc j'ai contacté. Il y avait les ONGO qui venaient dans les prisons qui nous disaient qu'il y avait la Croix-Rouge en Tunisie. Si en fait on peut, si on sort, si on peut venir en Tunisie, ils peuvent nous aider à rentrer chez nous. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Ok, pour arriver en Tunisie, je suis arrivé d'abord à Zouara. Ils m'ont dit comment je devais marcher. J'ai marché, comme ils m'ont dit, et je suis allé me présenter à la police à Bengodel. Niveau des kits. قبل 2016 مين كان ينقذ في الافارقه؟ احنا كبحاره في جرجيس قاعدين ننقذوا فيهم. ننقذوا من 2011 حتى 2000 بدايه 2016 احنا قاعدين ننقذوا فيهم. انا نتذكر في 72 ساعه انقذنا 980 بشر وكانت عندنا حتى مشاكل احنا كبحاره. تخرج تصطاد تولي تصطاد في الـ في الـ في, الـ في المهاجرين. فرينا نحن ان باش ننظروا
وما نجموش ما ننقذوهمش. عملنا طريقة بالتنسيق مع الحرس البحري ومع البحارة، نكلموا الحرس البحري نقولوا ما رانا لقينا كذا وكذا، نقسموا الأخوة المهاجرين كلها نقسموهم حسب طول المركب، كل مركب ياخذ 20 ياخذ 15، ناكلوهم ونشربوهم. في مهاجرين يجي يحب يعاونك في تلميم الحوت في الصناديق، يجبد معاك الشباك، معناتها يحب يعمل جو، يحب ما يقعدش قاعد ياكل ويشرب هكا. بالنسبه للمهاجرين اللي يجوا من ليبيا ويمشوا لاوروبا، نشوفوا فيهم راهم مسكين، معناتها فرمو تقول تحبش من يد المساعده ولا حاجه، يقول لك ما نحب حتى شيء، نعرف كان ايطالي اقعد اكثر من ايطالي ما نعرف حتى شيء. في جرجيس فما ستة أودية نقولهم كوروندو يدوروا في الخليج تاع 35 كيلو متر، اللي يغرق غادي سواء المراكب سواء احنا نقولوا سترة الإنقاذ، الدبابيز قوارير متاعهم صبابيتهم كل يجيبه للخليج هذا، معناتها قليل نادر أنك تلقى جثة خارج جرجيس. خرجت للبحر بطريقة تلقائية كمولود جديد بدون أفكار مسبقة، وبدأت بجمع كل ما يأتي به البحر، فالتقفت القوارير الحبال الخشب وأنواع عديدة كونت بها مكانه. بدأت في التقاط كذلك ثياب ضحايا الهجرة الغير شرعية، جمعت ممكن 6 أو 7 آلاف حذاء، اللي يظهر أن 98% منها ترجع للحراقة للأسف، وثياب كذلك، وبعض الأحذية نلقى فيها حتى بعض النقود التي أبدلها معناها وأعطيها إلى جمعيات خيرية. عندما وجدت ثوب لبنية صغيرة معناها ضمن مجموعة من الثياب الأخرى، وآلمني ذلك كثيرا لأن الصغير ليس مسؤول عن مصيره وعن ما وقع له. Ben balıkçılık yapıyorum. Bu bölgede şurada buranın açığından Sakız'a yakın 3 mil 4 mil açıklarda balık avlamaya gittiğim zaman denizde bir maddenin olduğunu gördüm. Yanına gittiğim zaman bir baktım bir tane insan Iraklıydı. Vallahi şimdi tam hatırlayamıyorum İranlı mı Iraklı mıydı? Hatırlamıyorum ama yeleğini giymiş bir eline de şambrel almış. Tüylerim diken diken oluyor onu anlatırken. Hesap et bu kolları akıntı suyun akıntısı. Çünkü bu bölgede akıntı fazla olduğundan suyun akıntısı öyle bir almış gitmiş onu ki. Buradan atlamış bu Alman evlerinden atlamış 3 mil açığa gitmiş. لما انقلب البلم كان الموج كتير عالي ونحن كنا كتير ملبوكين بقصة الأطفال وبقصة النساء. طبعا كان في عالم معنا ما بتعرف تسبح، وكان في صبية كانت عم تغرق هي بكون انه ضيعت الدولاب تبعها، فاضطرينا بعدين انه نروح نسبح لعندها ونسحب للقارب. بعد ما وصلت القارب ما كان فيها شيء، حتى ما كانت فاقدة للوعي أو شيء، فكان شبه مستحيل انه نقلب البلم مره ثانيه نرجع لمحله. فالشوفير قال انه الصراحه انا ما عاد فيني اعمل شيء هلا، فيكم انتم تكملوا سباحه وانا بدي ارجع. ضلينا عم نسبح تقريبا 4 ساعات، طبعا هذا الشيء اكل مده معنا لانه نحن كنا عم نسبح في وجه الموج. بحدود الساعه 6 الصبح كان الضوء طالع وعم نقدر نشوف الجزيره اللي بدنا نوصل عليها. منشوف خفر السواحل متجه بكتير سرعة عالية نحونا، حاولوا يعملوا كم لفة حوالينا، الموج صار يحرك البلم بطريقة شوي مريبة. هون بلشت النسوان وحالة الذعر على القارب كتير تصير عالية وقوية. بعض الشباب وأحدهم يلي كان أول شيء هو عم يثير خليني أقول الشغب على القارب، هو حمل أحد الأطفال ورفعه لفوق ليستعطف خفر السواحل اليوناني إنه نحن أرواح، نحن معنا أولاد صغيرة.
قبل ما نوصل على الشط بفترة كتير قليلة هون تركنا خفر السواحل وبابتسامة، يعني ابتسامة خفيفة مثل انه يلا نفت والحمد لله على السلام. ما كنا عم نقرب اغلب العالم عم بيقولوا يا رب يا رب ويونان ووصلنا وهيك. هاي كانت اول صورة باخدها اول ما وصلت على الجزيرة، يعني يعتبر انجاز انك توصل للضفة الثانية. فاغلبه كان مبسوط وفرحان والعالم عم تحوش بعضها ومدري مين كان معه سكين شق القارب، لانه كانت بهذيك اللحظة ما بعرف يفكروا انه ممكن يرجعوك بالقارب نفسه انه رجع على تركيا. فكانت فعلا انه هاي اللحظة انك انت نجيت من الموت تماما، انه جيت من الحرب اللي ببلدك بالإضافة لرحلة الموت تبع البلم اللي كنت فيها. وصلنا على جزيرة عسكرية هي اسمها جزيرة رو. طبعا بعد تقريبا شي ساعتين وكانوا أغراضنا كلها تون مي وكان الدنيا برد شوي، تقريبا كان هذا الحكي بالشهر العاشر. The boats can land in any beach, so they would call us, we would go straight to the beach, we would get them, we would give them clothes, things like that. الفرحة اللي كانت هون موجودة فرحة من نوع جديد يلي ما عاشها ما حيقدر يعرفها. شعور غريب وقت بتطلع بعيون العالم بهي اللحظة، ممكن شيء مالك شايفه قبل هالمرة. This entire time from when they left Syria or even in Syria or Iraq or Afghanistan wherever they are until they reach Greece they have never seen anyone smile at them or talk to them. Nothing. They're treated with, it's as if they're not human. So as soon as they arrive to the island, they see us, we're smiling, we want to help them. They're very closed off at first. They don't want to talk to us. They've been traveling for months and years, and this is the only thing they've experienced. They forgot what happiness is. They forgot what it's like to smile to people. They do tell us stories how tough it was. احد الاشخاص بال 2013 كمان فقد الامل مثل كثير اشخاص، فكان القرار انه انا رح اهرب. بهديك الفتره كانت شوي اصعب من الفتره اللي انا اجيت فيها. اخر مسج بتصلني منه بيقول لي انا صرت بتركيا، هلا رح نركب بالقارب وبس صير باوروبا ببعث لك. هي كانت اخر مسج ما وصل على اوروبا. Abi şimdi olay şöyle olmuş. Benim oğlum parayı seven birisi. Çok paraya alışkın. Kendine bot almış. Gerçi kendi işi değil. Var onların başında birileri var yani. Yunanistan'a giderken bot batıyor. 7 tane cesedi var. Bir tane de kaybı vardı. بضل بحتفظ بالكلمات يلي قال لي اياها قبل ما يسافر. هي كانت هاي التجربه احد الشغلات يلي خلتني اتأخر بقراري لأني هاجر، إنه أنا طالع موت ولا هون فيني ممكن أعمل شيء رغم الصعوبات والحرب والقصص اللي عندي. أبان بيلديم كدر إلى شو زمانا كدر yüzlerce binlerce kişi öldü. Benim oğlum da dahil olmak üzere ben kınıyorum. Yani ne diyeyim ben şimdi millet aslında kendileri bilmemesi lazım o teknelere. Kendi hayatlarını cana atıyorlar hani karşıya geçmek için. Gereksiz bir şey. İşte geçen gün yine arkadaşlar yakalanmış çeşme botu. Girdiler çıktılar içeri. Ama arkalarında bir şeyler var bunların yani kendi şeylerinden değil. Kan fi şahıs ba'arfu nefs el fetre li tlana fiha bas hu kan ab yetaamal ma'a muharrib ghayr aw hayka. Fat'arduu li tahdid el silah annin yitla'u bil balm. انه هن كانوا رفضوا كل الجروب تقريبا 50 شخص انه البلم صغير علينا. There was this one boy that I met when he arrived in Chios. He came up to me because I spoke Arabic. He showed me the gunshot wound. It was still a bit dripping blood. I asked him what happened. He said that he was forced onto the boat. So he wanted to escape. He
He wanted to get onto the boat, but last minute he felt like, no, this is risking my life. I don't want to do this. I want to find another way to go to Europe from Turkey. But he already paid the smugglers. The smugglers can't just let him go because the police might catch him and ask him questions. So the smugglers took a gun, they shot him in the shoulder and said, you need to get in. And they started hitting him, and you need to get into the boat. في كتير أشخاص رفقاتي فقدتهم خلال هاي الرحلة مو بنفس الوقت. في ناس طلعوا قبلي ما قدروا يوصلوا, ماتوا بالبحر. In 2015-2016, there were 5 boats that left the shore, that left Turkey, and those boats never arrived. A couple of days later, they realized that all the boats have sank. And then 3 days after that, basically they started taking out bodies from the sea. أول نهار وصلنا على اليونان على الجزيرة, فأنه بدك تشوف العالم إنه شو الوضع هناك, أيمت ممكن تأخذ أوراقك. فعم بيحكوا لنا على التجارب اللي مرقوا فيها. أكثر من مرة يلاقوا تكون الموج جايب جثث. فآخر وحدة كانت قبل ما نوصل بيوم لقينا جثة زلمة. بعد ما طلعنا من الجزيرة وصلنا أسينات, طلعنا مباشرة باتجاه مقدونيا, ومن بعد مقدونيا كمان طلعنا مباشرة باتجاه صربيا. ولكن بصربيا كانت الأمور شوي معقدة. الطريق إلى صربيا كان بس في نقطة واحدة بين صربيا ومقدونيا, كانت عم تجينا اخبار انه هون لازم تمشوا جروب كبير لانه في مافيات عم تشلح الناس مصريه او شنتيه او اللي معاهم, ممكن اوقات كانوا عم يخطفوا كمان نسوان واولاد ليتاجروا باعضائهم وهالقصص هي. بهي النقطه قدرنا نشكل فريق من 350 شخص, كنت عم قودهم انا ومجموعه الاشخاص اللي معي 25 شخص, وقدرنا نعبر الحدود من مقدونيا لصربيا بهذا العدد الكبير لحتى قدرنا نوصل على الحدود لنقطة الجيش, وهون كنا بعدين رد فرقنا. ما فيني نلاقي شوفيني صغيرة أو خالي. هلا الشباب امبارح اجوا عم يحفروا مطعم. بس ما اتمنى نحن مشان هيك مضطرين هلا نعبر مشي. الميليشيات الليبية لا تخلي لا جواز سفر ولا مصاري ولا هاتف باش تتعرف على الجثة, معناتها يجردوه من كل ما هو عنده. وبالنسبة للتعرف مثلا على الجثث, عندنا الوحيدة في المقبرة هذه المعروفة هي روزماري هي نيجيرية, توفت نهار 27 نهار عملية الإنقاذ, هي توفت قبل الإنقاذ 27/5/2017. صديقها هو اللي قال لنا اللي هي اسمها روز ماري, 28 عام, نيجيرية الأصل. هذه الوحيدة اللي معروفة في المقبرة. اللهم أشهد أن هذا العمل هو عمل إنساني حقيقة, ونحث جميع الإنسانية وجميع الأخوة من أبناء آدم عليه السلام في أي بلد كانوا ومن أي ديانات كانوا أن يلتفتوا إلى هذه الأعمال الخيرية. والدي ب 2007 30/7 انفقد, فوراها تفرغنا بقينا ندور مرات الشرطة مستشفيات ما لقينا اي نجدة. اخر شيء بعد الحل الوحيد نذهب الطب العدلي وندور, فقالوا اكو حاسبة. هاي الحاسبة فقط مجهولين هوية اللي ما يحملون لا هوية ولا اي مستمسك وياهم اللي يجيبوهم مقتولين. قالوا لنا اكو شيخ خير, شيخ جمال, هو اللي مسؤول على هذا الشيء. هم يعني ياخذ الشهداء يوديهم يدفنهم على حساب الخاص, وما مراسيم دفن طبيعيه ويعني فشي كامل. فطونا عنوانه, احنا التقينا به ورجال خير واستقبلنا وما قصر ويانا. ان كان خالك هو خبير الله يرحمه الله يرحمه فهو راجعني في وقتها وقال زوج اختي وكذا ايش وضعها غالبا. جيت الحمد لله تعرفت. الحمد لله شكرا. كانت ايام صعبه. احنا بوقت احنا شيخنا تحكي يعني من جهه اتذكر
شفنا صور من الوالدي عرفنا عليه عن طريق المحبس وعن طريق هدومه صحيح حسن يعني كان لابس يعني محابس جديدة فاحنا عاد وقت عمرنا القبر يعني بعزرته على هدوم اتفاق مع الدفاع في 2014 لما تجيك 29 جثة في يوم واحد كتشوفهم على الشاطئ معناتها 29 جثة أطفال وشباب صغير معناتها 30 عام 25 عام شابات نسوة burada yatan kendisi küçük yaşta annesini babasını kaybediyor yakınların yanında büyüyor evleniyor 4 tane çocuğu oluyor Çocuğu da kendisi hukuk fakültesini bitiriyor. Ama eşinden ayrılıyor. Bu olaylar olunca büyük oğlu Almanya'ya gidiyor. Anne illa sen de yanıma gel diyor. Ve Türkiye'den giderken denize boğuluyor maalesef. Kimsesiz olarak doğuyor, kimsesiz olarak yaşıyor. Kimsesizler mezarlığına da ما بتوقع انه انا يكون لي رغبه انه خاطر بحياه اهلي بدون سبب مقنع يعني الصراحه ما فيني انصح اهلي انه يجوا بنفس الطريقه اللي انا جيت فيها كون انه هي طريقه كثير محفوفه بالمخاطر بس لا ما بنصحهم يخوضوا هالطريق لو كان عندي مجال ثاني اني ما اخوضه ما كنت فتت بهي الرحله كمظهر خارجي أوروبا ما كنت لما بتشوفها بصورة أو فيديو غير لما بتشوفها على الواقع إنه على الواقع بتحسها شيء عادي يعني تفاجأت بكتير شغلات إيجابية وتفاجأت بكتير شغلات سلبية صار عندي مثل صدمة بالنسبة لمجتمعنا ومجتمعهم ما بدي كتير أتبحر بهذا الموضوع ولكن أنا كتير كنت شوف حالي بمجتمعنا اللي هو المجتمع الأثري اللي هو العلاقات اللي بين بعضنا الدين اللي عنا يا هون ما عندهم هاي الأمور كلياتها ولكن ناجحين بالتواصل بين بعض أكثر من عنا طبعا في حنين للأماكن اللي كنت فيها بلدي ما بقدر أطلع منها يعني ولا هي بتقدر تطلع مني Jusqu'à présent, les arts rentrent. So, je suis là à voir si je peux. Ah, je souhaite de rentrer moi aussi. سيدة من معنا فرنسا الثقافية أتتني برسالة معنا كتبها حراقة لكن انطلقوا من الجزائر وهم شباب نجحوا في البكالوريا وفرحين وهاجروا وكانت الرسالة الوحيدة التي كانت تدل كتبها الحراقة. أنا آسف لأني غرقت أنا آسف يا أمي لأن السفينة غرقت بنا ولم أستطع الوصول إلى هناك أنا آسف يا أمي لأن الحرب حلت وكان لابد لي أن أسافر كغيري من البشر شكرا لك أيها البحر لأنك استقبلتنا دون فيزا ولا جواز سفر شكرا لكم لأنكم ستحزنون عندما تسمعون الخبر